أخبار اليوم. محمد ابراهيم الرشيدي مدير الاداره البيطريه باسم. دكتور محمد، كلمنا يعني عدد الدروس اللي انتوا هتسلموها للاهالي وازاي بتلاقي الرعايه الطبيه. بالنسبه للرؤوس، هو 500 راس جاي لمركز اسنا، بنسلم 100 راس كل يوم. سلمنا امبارح 100، واليوم اللي قبليه 100 برضه، والنهارده ان شاء الله 100. الرعايه الطبيه بالنسبه ليها بنقوم باجراءات تامين واجراءات تحصين ضد الحمى الخلعيه وحمى الولاد المتصدع في نفس الوقت مع اجراءات تامين. بعد كده كل وحده بتبقى الحيوانات بتوزع في القرى، كل قرى بتبقى تبع وحده، الوحده مسؤوله عن كل الاجراءات الصحيه بتاعتها. من علاجه؟ العلاج بيتم بطريقه مجانيه، وازاي بيتم التامين عليه؟ بيتم التامين ان احنا بنشوف الحيوان، نكشف على الحيوان كشف ظهري الاول، نتاكد الحيوان سليم مظبوط، وبعد كده بنعمل اجراءات تامين، بنركب له ارقام التامين ونركب له ارقام التحصين. ومن ضمن اجراءات التامين بيبقى فيه التحصين اللي هو بيبقى تبع اجراءات التامين، تحصين ضد مرض الحمى الخلعيه ومرض الحمى الولاده المتصدع. شكرك يا دكتور. لا شكرا. دكتور صلاح عبد المتعال، طبيب الوحده البيطريه بالشغل. دكتور، كلمنا النهارده، شايفك ماسك في ايدك دلوقتي اللي هو بخرامه وبتعلم كل عجل برقم. حضرتك النهارده احنا لجنه التامين طبعا على الماشيه في ناحيه الشغل تبع جمعيه الاورمان. التامين بيتم بعد كشف على الحيوان طبعا، نتاكد من صحته. بعد كده بنقوم بتركيب الارقام الخاصه بالتامين، الرقمين بنيين ورقم اصفر رقم قومي. دي اللي انت حضرتك شايفها معايا، دي الضغط الخاص بتركيب الرقم البني. لازم يركب رقمين بنيين للتاكد من اجراءات التامين سليمه 100%. بنقوم بتركيب الاداه دي اللي هو الضغط تركيب الارقام. طب التامين شامل ايه يا دكتور؟ التامين شامل كل المخاطر اللي بتكون للحيوان، سواء اللي هي في بعض الامراض وبعض الحاجات اللي ممكن تستحق التامين. في بعض بقى الحاجات يعني لما يحصل حد نفوخ في الحيوان من الحيوانات المؤمن عليها، ما يتم الصرف وتعويض الا باجراءات معينه. ازاي بقى يا فندم؟ لازم يستوفى كل الشروط الخاصه بصندوق التامين. اولا لابد من ابلاغ عن حاله مرضيه للحيوان، وينزل صندوق التامين اللي هو عندنا في الرعايه والعلاج حاجه اسمها دفتر 319. الدكتور اسامه عبد الخالق المدني، رئيس قسم التفتيش بالاداره البيطريه باسم حضرتك. دكتور، كلمنا النهارده عن يعني ايه الارقام اللي في ايدك دي الاول، وهل كل رقم ليه دلاله عندكم في على البهيمه يعني؟ دي ارقام تامين اللي هي لونها بني حضرتك، دي دايرتها كبيره جدا، كل عجل بياخد منه 4 ارقام. بحيث ان العجل بيبقى احنا بنتابعه متابعه كامله الحاله المرضيه بتاعته، ان حصل حاله مرض او اصابه او حاجه زي بيبلغنا بيه. احنا بنقوم بالعلاج ومتابعته، ان حصل نفوخ لا قدر الله بننتقل نعرف سبب النفوخ، وبياخد تعويض بناء على الرقم اللي موجود على ودن الحيوان. استاذ محمد رئيس مدينه اسنا، اهلا بحضرتك معنا في اخبار اليوم. اهلا وسهلا. كلمنا يا فندم عن اليوم النهارده وتسليم رؤوس الماشيه الخاصه بالاورمان ورئاسه الجمهوريه. اولا احنا بنشكر القياده الحكيمه لإحساسه بالناس الفقراء، وإن سيادته مسهم في النجوع والكفور والعزب، الناس المعدومين الأحق بهذه المشي. كما نشكر جمعية الأرمان واسمعونا، الناس دول بيتعاونوا معنا بصدق، والحمد لله يمكن أدخلوا البهجة والسرور على العديد من الأسر الفقيرة في مركز ومدينة إسنا. لا ننسى أن جمعية الأرمان واسمعونا الحمد لله بيساعدونا في كثير من الأشياء. كانت هناك عزب فقيرة ومنعدمة، أن كانوا يلتحفون السماء بدون غطاء. الحمد لله وفقنا مع جمعية الأرمان واسمعونا، وتم هدم وإزالة هذه المنازل وبناء 18 منزل ومصنع للألبان وحوش خارج المنازل، تجميع الماشية اللي حيمنحوا كل أسرة ماشية و400 جنيه شهريا.
بدل ما كانت هذه الأسر الفقيرة معدمة أصبحت منتجة بفضل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. محمد عبد الدايم، شعبان قاد محمد، منى أحمد محمود، في حد من اللي غالية محمود محمد عبد الله، غالية إدريس عبد ربه محمود نوبي. صراحة حاجة بسم الله ما شاء الله يعني، وتحيا مصر. أوجه له 1,000,000,000 سلام، والرجل الله يبارك له يدي الصحة وعينه على مصر. طبعا ده أكيد شيء طبيعي، لازم الناس تكون مبسوطة، إن ده برضو خير للبلد، وبارك الله فيه الراجل يعني، قام بحاجات حلوة كده لأهل مصر، وبرضو ما سيبش وطنه يعني. بسم الله ما شاء الله وتحيا مصر. تسلم يا سيسي والله. أيوة طير الشباب طيرهم. تحيا مصر، الله ينور عليك.